حرر نفسك من القلق، واعتقد أن ما يجب أن يكون سيكون. هكذا يجب أن نواجه التوتر الذي تصنفه منظمة الصحة العالمية لأنه أكبر مخاطر القرن 21، والسبب للعديد من الأمراض، منها الأزمات القلبية والتي تعتبر السبب الأول للوفاة على مستوى العالم. كما يمكن للتوتر أن يسبب البدانة والشد العضلي وإضعاف جهاز المناعة الذي نحن بأمس الحاجة إليه لمواجهة كورونا. هذا الفيروس الذي سبب إزعاجاً بسبب الحجر وتوتراً لتداعياته الاقتصادية، لكن يمكن قلب المعادلة، فكثيراً من الدراسات تشير إلى إمكانية عكس هذه الاستجابة السلبية إلى استجابة إيجابية. لا شيء يستحق أن تغضب أو تتوتر بسببه، ببساطة لأن ذلك قد يجلب لك مزيداً من التعب وأحياناً الأمراض. وكن أقرب لاحتراف الابتعاد عن القلق. العالم كله مر بظروف قاسية خلال العامين الماضيين، وكان محور التغيير الأساسي فيه هو كورونا. هنا في بريطانيا حذر طبيبان شهيران من أن ما يصل ل 300 ألف شخص يواجهون أمراضاً مرتبطة بالقلب سببها اضطراب الإجهاد فقط بسبب الجائحة. في ألمانيا دراسة حديثة أظهرت أن ربع الألمان يشعرون بالتوتر الدائم بسبب كورونا، لا سيما العائلات التي لديها أطفال مقارنة بغيرهم. كان يجب أن نطلعكم على هذه الأخبار كي تدركوا خطر هذا الشعور، لكن ننتقل بكم إلى الجانب الإيجابي. خبراء الصحة يؤكدون أنه يمكن قلب المعادلة، وإن اضطررت لأن تشعر بقلق فاجعله بناء، فأنت المتحكم بتوجيهه. فمثلا إن كانت أرقام الإصابات بالفيروس تزعجك فلا تتابعها، ولكن في نفس الوقت عليك الالتزام بالإجراءات الصحية المناسبة. وبحسب الدراسات فإن التزامك دائما بتفكير إيجابي سيجلب لك مهارة التفاؤل. وأعود إليكم لنتعلم سويا هذه المهارات في صباح العربية. من لندن أحمد العناني. وللمزيد تنضم إلينا في الاستوديو أمل عمر الحامد الاختصاصية النفسية. أهلا بك سيدة أمل، نورتينا في استوديو صباح الخير. طيب، بحسب أحدث دراسات الطبية لم يعد التدخين هو السبب الرئيسي لأمراض القلب والذبحات الصدرية، بل وصف التوتر بأنه مرض العصر، وذلك لإنتاجه الكورتيزول المؤثر على كافة أعضاء الجسم. ما السبب أولاً في ارتفاع التوتر، وكيف يمكن التكيف مع هذا المرض العصري؟ السبب هو التراكمات اليومية، تراكمات ضغط الحياة، تراكمات العمل، عدم التنفيس الانفعالي، عدم أنه أنا عندي ما عندي مجموعة أصدقاء مقربة، أنه أنا أراكم مشاكلي مع نفسي ولا أفرغها مع حتى على ورقة عن طريق كتابة علاجية، أنه أنا أكون منعزل مع نفسي، أنه أنا ما يكون صديق مقرب، أنه أنا أحياناً أشوف المشكلة هذه it's nothing، بس أحياناً مع الوقت حيكون في الجسم شيء اسمه الألم النفسي، حيتراكم الجسم حيتعود عليه، حيصير يتحول إلى ألم وبالتالي إلى مرض، بالتالي حيكون أشد يعني فتكاً بالإنسان من التدخين. طبعاً سيدة أمل، فقط لنفهم أولاً، هل التوتر هو نمط حياة يختاره الإنسان طوعاً؟ ده هو ليس نمط حياة، هو شعور داخلي عن طريق القلق. قد يتحول إلى نمط حياة؟ إذا يعيش معه الإنسان إذا أصبح توتر مزمن؟ إذا الإنسان برمج عقله اللاواعي أنه هذا التوتر هو توتر حميد. أنا مثلا أنا عندي مثلا صباح العربية مثلا، فأنا طول الوقت متوترة توتر إيجابي، أنه أنا لازم أكون مقدمة الفقرة بأفضل ما يمكن. لكن إذا التوتر زاد أنه أنا مثلا بعد اليوم كله أنه حكم متوترة ما حقدم مثلا برزنتيشن بشكل صحيح، بالتالي حيكون توتر سلبي، حيؤثر على بقية وظائف اليومية، حيؤثر. طيب دكتورة، أضيف على سؤال نادين، يعني مدام أنه التوتر بات مرض العصر، كيف يمكن أن ندرب عقلنا وجسمنا على التكيف والالتفاف على هذا المرض؟ البعض ينصح بالتنفس العميق، بالنوم، بالرياضة، يعني شو أبرز ممارسات يومية يمكن أن نتعود فيها مع التوتر؟ أول حاجة إحنا لازم نغير اسم الفقرة، إنه ما في شيء اسمه أتغلب على التوتر، في شيء إنه كيف أنا أعيش السلام الداخلي، أعمل عكس العقل الواعي، لازم إنه هو يعني يتبرمج على الشيء الأجمل.
كيف انه انا اعمل السلام الداخلي انه انا مثلا انه هو انت قلت الحين تنفس والاسترخاء انه انا مثلا عارفه كاميرا الجوال انه اركز على الحاضر الماضي انتهى والمستقبل غير موجود. انا حاليا الفتره الحاليه انه انا اركز على المعطيات الموجوده، الماضي اتعلم منه، الحاضر لم ياتي. غير كذا انه انا ازور طبيب نفسي اذا كان عندي مشاكل متراكمه. غير كذا انه احيانا احنا عندنا الكره هذه اللي هي تقلل التوتر. احنا حتى كسايكولوجيست عندنا في العياده النفسيه افرغ بالورقه، اتعرض للشمس، الشمس هذه يزيد هرمون الاكسوسين هرمون السعادة. أنه أنا أعمل أحقق أهداف يومية. نعم. طيب نحن اليوم بدنا نركز بالحاضر عشان نحاول أنه نعيش بسلام داخلي زي ما حكيتي. طب اليوم الحاضر عم نواجه مراحل صعبة خلال سنتين والباقي لسه يعني أعظم مش عارفينه فيما يتعلق بكورونا. هذا زاد كتير وفاقة من التوتر في العالم. كيف كمان نقدر نحكي في هذا الموضوع؟ هل نحن نضمن الغد؟ هل نحن نضمن الساعة الدقيقة القادمة؟ لا نضمن. أنا معطياتي فقط الآن. غير كذا أنه التوتر هو شيء أحيانا يكون وهمي من الدماغ، أنه أنا حاليا لازم أنه أنا أنجز، لازم أعمل، بس أنا حاليا ما عندي المعطيات الحالية بالتالي. طيب بس دكتورة سؤال أخير، بعض الأكلات الصحية مثل الفايبرز أو الورقيات الخضراء يقال أنها تقلل من الكورتيزول والإنسولين وحتى السكري، وفي كمان روائح مثل اللافندر، بالفعل هل هي مفيده؟ نعم صحيح. تؤثر على الدماغ، تؤثر على الجسم. غير كذا تعرض الشمس، القراءات، كل انسان عنده مفاتيح صحه له. في ناس عندهم رياضه، في ناس عندهم قراءه، انا اعرف شخصيتي بشكل صحيح واعمل اللي هي طرق العلاج المناسبه لي بالتالي. شكرا جزيلا، كنت معنا في الاستوديو امل عمر الحامد الاختصاصيه النفسيه، نورتينا، شكرا جزيلا.